اهلا بيكم معايا في قناتي وصفة معلومة شورتس. النهاردة جايبه لكم وصفة جديدة للشعر. الوصفة دي هتعمل معاكي هتقلل معاكي التساقط، هتزيد معاكي من نعومة الشعر، وكمان للشعر المجعد هتخليه ناعم وهتخليه مترطب وهتزيد من لمعانه. بس الاول لو انتي لسه اول مرة تشوفيني، يا ريت تدعميني بلايك للفيديو، علشان اللايك بيرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد، وكمان تشتركي في القناة بتاعتي لو حابة يوصلك مني كل جديد. هتنزلي تحت الفيديو هتلاقي زر احمر، هتدوسي عليه هيظهر لك الكل، زر الجرس الكل، يا ريت تدوسي عليه كده هتكوني مشتركه معايا في القناه، وكل اشعار هيجي لك هيكون في وصفه هتستفادي منها جدا. الوصفه بتاعتي مكونه من 3 عناصر. اول حاجه الزبادي وجل الصبار وزيت جوز الهند. الزبادي حلو جدا في ترطيب الشعر، وكمان خاصه للشعر المجعد بيساعد على نعومته وترطيبه، وبيدي لمعان وبيغذيه وبيقلل معاكي التساقط. هتاخدي منه 3 معالق كبار. جل الصبار يا بنات حلو جدا جدا للشعر، طبعا يفضل انه يكون فريش. ما عندكيش فريش هتجيبي من النوعيه دي، النوعيه دي حلوه جدا، هتاخدي منه 4 معالق حلوين متوسطين كده. جل الصبار هيزود معاكي نعومه الشعر، هيقلل معاكي التساقط، هيغذي فروه الشعر وهيحميها من الالتهابات. هيساعد كمان على تغذيه البصيلات، فالبصيلات لما تتغذى كل ده هيساعد معاكي على تطويله، وكمان هيقلل معاكي سكوت الشعر، يعني لما تكون البصيلة قوية الشعرة مش هتقع بسهولة، وبالتالي هيزيد معاكي كثافة للشعر، فانت هتحسي ان شعرك بصحي كده وفيه لمعان ورطوبة، غير ان هو بيرطب الشعر كمان. وبعد المكون الثالث معايا في الوصفة دي هيكون زيت جوز الهند. زيت جوز الهند هتاخدي منه 2 معلقة حلوين برضو كبار كده، وهتضيفيهم عليهم بعد كده. بعد ما تضيفيهم على الوصفه دي هتضربيهم في الخلاط، لان انت بالمعلقه هتحسي ان الوصفه مش مظبوطه معاكي، لا في الخلاط احسن، يكون المكونات تجانست مع بعضها كويس قوي، فهتكون معاكي كويسه جدا. بعد كده لما تحطي كل العناصر دي مع بعض هتفرديهم على شعرك من نص ساعه لساعتين، يعني انا اقل حاجه نص ساعه، الافضل ان انت تخليها ساعتين. طبعا زيت جوز الهند اهو انا بضيفه، فانا ليه بقول لك ساعتين؟ ساعتين هتستفادي من العناصر اكتر، وهي شعرك هيتغذى منها اكتر. فانتي هتحطي عليهم كيس حراري او كيس عندك بلاستيك او اي حاجه، بحيث ان انتي كل ما الحراره تبقى على الشعر في المكونات ديت كل ما تستفادي منها اكتر، شعرك يتشربها اكتر وتشوفي منها نتيجه احلى. بعد كده هتشطفي شعرك، زي ما قلت لك لازم لو اي نوع شامبو عندك تكوني مخففاه بالميه، يعني نص العلبه شامبو ونصها ميه، او ان انت تحطي ميه في طبق وتحطي عليها شامبو وترغي وتغسلي شعرك كويس قوي وتسيبيه لما ينشف، وبعد كده تسرحي تحطي بديل الزيت بتاعك. انا ما بنصحش بالزيوت طبعا، انتوا عارفين بديل الزيت، وبعدين تسرحي شعرك كده. الوصفه بتاعتي خلصت، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت بقى تدعميني باللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.